كما العادة، كما الماتش اللي كان من قبل يعني ديال الديربي، ففيديو تحفيزي للاعبين ديالنا كلهم، يعني من ا زد، جميع اللاعبين. ملي كندوي على جميع اللاعبين غتندوي على على كل واحد، ولو دوك اللي ما غيشاركوش. فكل انا بالنسبه لي كل اللاعبين كيشكل واحد الكتله، واحد العائله وحده، واحد القوه ضاربه اللي هي كيخصها يعني الدفاع على داك اللوغو، على الدرابو تاع طنجة. فانا كنوجه التحيه لجميع اللاعبين مهما كان الاداء ديالهم، واخا ما كناش راضيين على الاداء ديالهم في الديربي، فللديربي ظروفه، الظروف الظاهره والظروف الخفيه. لهذا حنا كنعرفوا ظروف الديربي، تنعرفوا كما تيقولوا لي زونجو ديال الديربي. لهذا حنا دابا نسينا الديربي وطوينا الصحه ديالو. حنا اللي كيهمنا دابا هو هاد المباراه ديال واتزم، هي مباراه ضروريه وما يلي مباراه واتزم. فحنا نامنوا بديك الفكره ديال انه عندنا 5 المقابلات، خصنا نجيريو مقابله بمقابله، وحده بوحده، ما نبقاوش نفكروا فيهم كاملين. بغيتي تحل من المبادئ المعروفه على مستوى لا جيستيون، على مستوى التدبير الاداري والتدبير التجاري، انه ملي كتكون واحد المشكل او مجموعه مشاكل، فمن الاحسن انك تقسمهم الى مراحل او الى كما تيقولوا سو بروبليم، وتحاول تعالج مشكل بمشكل، باش ما توقعش لك واحد الحاله ديال الضغط اللي كتخليك ما كتشوفش الحل، ما كيبانش قدامك. اذا باش تسهل المشكل كيخصك تقسمه الى اجزاء. دونك حنا بالنسبه لينا الهدف عندنا هو اللقب. باش يمكننا نوصل لهذا اللقب عندنا مراحل، مباراه بمباراه. اذا هذا خصنا نجيريو مباراه بمباراه. الان التركيز، كل التركيز مباراه واتزم. واتزم المباراة اللي ما كيخصناش نحقروها، ما خصناش يعني يصيبنا الغرور. وراه قلتها في لايفات سابقة، الغرور هو يعني أكبر سلاح وأكبر عدو ديال أي فريق كما بغى يكون. فخصنا نحترموا جميع الخصوم ديالنا. المقابلة خصنا نلعبوها كما لعبنا مع الماتش ديال الجديدة، كيفاش بديناه بداك الحماس بديك لاجرينتا. إذن هذا الماتش هذا إن شاء الله كيخصو ضروري من التركيز، والتركيز العالي. لهذا الاخوان كنتمنى انه اللاعبين يكونوا كلهم في المواعيد ان شاء الله، ويحسبوا المقابله في الدقائق الاولى، يحاولوا يسجلوا الهدف الاول والهدف الثاني مبكرا، باش يمكننا ان شاء الله يمكننا انه يعني نخلطوا الاوراق ديال الخصم، وفي نفس الوقت ان نكسبوا الثقه اكثر، ويمكن لينا نجيريو، يمكننا نجيريو. ما نساوش، غادي نعاود نذكر كما قلت مقابله الديربي، راه كاين مسألة يعني النسبة الخاصة أو النسبة العامة، عفوا النسبة العامة راه كتلعب دور، راه نسبة الأهداف راه كتلعب دور. نقدروا نوقفوا أنه نهاية الموسم يكونوا ثلاثة الفراقين الأولين، وغادي نحتاجوا النسبة العامة. النسبة العامة راه ماشي في صالحنا لحد الآن، عندنا موان دو بارابور للغريم. لهذا إذا جات الفرصة أن نسجلوا الأهداف، وما نضيعوش الفرص، ونكون واحد التركيز كبير. إلا ربحنا الماتش ديال واتزم، رغم الناس اللي غيقول لك لا والماتش ديال واتزم ساهل، لا حاجه ما ساهله، خاص واحد التركيز كبير، وكيخص احترام الخصم. كنقولوا كنعاودها، احترموا الخصم، وما نقولوا ربحنا حتى نسجلوا البيت الثاني، وهو الكهرباء الماكي والثالث ما نكرهوش. الا دزنا هذه المرحله ديال ماتش واتزم، غادي يبقاو لنا اربعه ديال المراحل. اربعه ديال المراحل غادي نجريوهم مقابله بمقابله، كونوا على يقين انهم غادي نوصلوا للدوره الاخيره حتى غنكونوا ابطال ان شاء الله. علاش؟ لانه كل مقابله مشينا بها وحده بوحده، ما كنشوفوش المشكل في الاجماليه ديالو، كنشوفوه بمراحل وكنقطعوه وكنقسموه الى اجزاء. ما تنساوش بانه الناس مادين راضيين كل ما في جهدهم، راه كتعرفوا لي زاكوتي دي ماتش، لي زاكوتي دو لا بروغراماسيون، الناس كتخدم في الكواليس كدير كل ما في جهدها. لهذا ما نطيحوش في البانو الاخوان. من بالنسبه للاعبين كنتمنى لهم ولا المدرب انهم يركزوا على واحد النقطه. الناس راك شفتهم ورا الماتش ديال الديربي مباشره، خرج الاشاعه ديال السلامي وديال السفري غيمشيو بحالهم، من وراء تبعاته مباشره ديال زريده راه عنده 4 الانذارات، ما خصوش يلعب، راه الماتش خسرناه اداريا. يعني ما نساوش كذلك الحاجه الثالثه اللي هي الفحص ديال المنشطات. حنا بوحدنا اللي كنديروا فحص ديال المنشطات من دون الفراقي،
هادشي كله باش يديموغاليزيونا. اذا الاخوان اللاعبين كنطلب منهم الله يرحم الوالدين يعرفوا لي زونجو اللي كاينين. راه اللاعبين الا داو البطوله هاد السنه غتسجلهم في التاريخ ديالهم، وماشي اي بطوله، بطوله مع فريق الرجاء، وبطوله اللي غتادي بهم انهم يلعبوا العصبه، سواء بقاو سواء مشاو. ما نساوش اللي غادي يمشي غتسجل ليه في التاريخ ديالته، راه ما نساوهاش، وغتسجل ليه انه دا بطوله من اصعب البطولات في تاريخ المغرب، لانه كان كيتواجه وكيتصارع مع عده خصوم داخل الملعب وخارج الملعب، بما فيهم اصحاب البدله السوداء، وراه سجل عليهم التاريخ عدد ديال المخالفات في المباريات ديال الرجاء. لهذا كلامي الان المدرب كنتمنى انك يعني لا ديسيبلين، انا كنقولها كنعاودها، محسن متولي ليك الخطاب صاحبي، راه حنا شوف ديما كنديروك الفوق، كنديروك انت هو القاطره اللي كتجر الفريق، فكيخصك تعطي المثل، خصك ما امكن تحاول تضحي معنا وتصبر معنا هاد خمسه د الماتشات اللي بقاو. الله يرحم الوالدين، ما كنطلبوا حتى شي واحد، ولكن في سبيل الله جا نطلبوا بكل تواضع، حنا كنطلبوك انك تلتزم مع الفريق وتتفادى اي حاجه اللي غتمس بالسمعه ديالك او صحيح هذيك حياتك الخاصه، ولكن حنا بغيناك تكون كبير، وتكون كبير انت راك كبير اخلاقي، ولكن بغيناك تكون كبير في الملعب كذلك، وباش تكون كبير في الملعب تفادى اي حاجه اللي غتمس بالاستعداد البدني ديالك وبالاداء ديالك، بغيناك ديما تبقى انت ديك القاطره اللي كتجر اللاعبين من وراهم. لهذا الله يرحم الوالدين، خمسة د الماتشات صبروا معانا، ما تنساوش خمسة د الماتشات ملعوبين كلهم في غازون طبيعي، عندكم جوج ماتشات ثلاثة في دونور وجوج واحد في خريبكة واحد في وجدة، وكلهم عندهم عشب طبيعي، يعني يعني النوعية ديال العشب اللي الرجاء كتبغي، يعني ما عندكمش زيادة عن المقابلات ملعوبة ليلية، ما كاين لا حرارة لا والو، دونك جميع الظروف متوفرة، كيبقى الإرادة والتصميم والعزم ديال جميع الرجاويين، وتعرفوا بانه وراءكم الملايين الملايين ديال الجماهير اللي كتدعمكم وغتبقى ديما تدعمكم. كلامي كذلك الحافظي الله يرحم الوالدين، بغيناك المستوى اللي لعبتي به بالديربي في ديك 10 دقائق تلعب بها، اللي لعبتي من الاول تلعب بنفس المستوى وبنفس الحراره وبنفس لاكرينتا. الحافظي غنقول ليه واحد الكلمه، هو ان نكون على يقين، الريال شي ريال اللي كنتي كتسالوا للرجاء غادي تاخذوا ان شاء الله. الجماهير معاك، ماشي غير انت ولا اي واحد ضحى مع الرجاء من الايام ديال الصعبه وباقي يتسال شي حاجه غادي ياخذها وديغني سنتيم، كونوا عليها خير، الفلوس غتدخل ان شاء الله، شيء اكيد غتدخل، والبطوله راه هي اللي غتعطيكم، هي اللي غتجيب الفلوس، راه ماشي 300 مليون ديال البطوله هي اللي غتخلص لكم المستحقات، راه هي اللي غتجيب لكم المغال باش غتجيبوا الالقاب اللي غتجيب لكم فلوس صحاح، وبها غادي تاخذوا كاع رزقكم كامل، لا العصبة ولا كأس محمد السادس. لهذا وإياكم ثم إياكم التفريط في البطولة، خمسة ديال الماتشات الصبر، وإن شاء الله راه كتبان دابا شوية صعيبة، ولكن راه ملي غدوزوا ماتش بماتش قد ما دوزتوا ماتش قد ما كتسهال المامورية. لهذا كلنا ثقة فيكم، وكلنا ثقة في الطاقم التقني بأكمله، فإن شاء الله شيء أكيد أن هذا الفريق هذا اللي كيخدم بالنية وكيربح بعرق الجبين ديالو، شيء اكيد ان ربي غيكون معاه، فكل التوفيق، وان شاء الله ان النصر ثم النصر ثم النصر. تحياتي.